السلام عليكم البنيات الوليدات، كيف درتوا؟ رمضان كريم والله أكرم. كي درتوا مع الوباء؟ الحمد لله، هو قرب يندثر إن شاء الله بالقدرة الله الكريم العزيز العلي، رب العباد الكريم الحنين يا الله. هانتوما البنيات الوليدات، غندير لكم واحد العصير اليوم الطبيعي. هادو هادي قشره ديال الحامض، وهادو القش جوج برتقالات وربعه ديال الجزر، وها هما جوج برتقالات. حيدت لهم داك الغشه البيضاء وخليت لهم غير اللب ديالهم، وحيدت لهم الاعظام وكلشي، حتى هما غنديرهم هنايا معاهم. وغادي ندير معاهم لتر ديال الماء ونديرهم 20 دقيقة يطيبوا. ما نسيتش باش نكمل لتر. هانتوما البنيات، وغادي نشد عليهم ونوريكم النتيجة من بعد. هانتوما البنيات الوليدات، كي ولا ومازال خصو ينقص منه الميه، غنشعل عليه على نار هاديه. دابا طيبته في طنجره الدار، لكن غادي نزيد نخليه شويه يدير. يا ها انتما معايا، وها انتما البنيات الوليدات، كي ولا الجزر عندنا والقشور ديال الحامض والقشور ديال البرتقال واللب الحامض واللب البرتقال، ها انتما كي ولا عندنا احنا غندخلوه وغنصوبو واحد السيكو كي قالوا له الطليانيين، سيكو ثقيل وزوين. انا ما غنزيد فيه حتى شي حاجه، ولكن في الاخر غندير فيه عسيله. ها انتما البنيات الوليدات، بسم الله، ها هو سال البنيات الوليدات. اخا هكاك راه مطحون، شوفوا كيف مطحون، شوفوا البنيات الوليدات، شوف شوف عين وريكم عين، شوف ها وكاك غندوزو في المصفات. ها انتما البنيات الوليدات، شوف كي غندوز وراه دايز. ها انتما البنيات الوليدات، ما فيه والو، غير واخا هكاك انا كنخاف. ها انتما البنيات الوليدات، وانتي غزال غزال، تقولي كريمه. هانتوما البنيات الوليدات، مغرف كامل ديال المعجون، عاوتاني نزيد مغرف واحد اخر. ها هو البنيات الوليدات، ها وحده، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، ها خمسة، ها ستة. شفتيوه؟ ستة د المغيري فاز ستهم عليه ديال الماء. غادي نزيد عليه الفريز، غنطحنو في ماشينة واحدة أخرى. وكي كتشوفوا البنيات الوليدات، ها نتوما غير الفريز على حقه وطريقه وبالصحة والراحة. وهكا النهاية ديالو البنيات الوليدات، وغنديرو في الثلاجة باش يبرد شوية ونقدمو مع الفطور ديالنا. وغزال غزال غزال زغال، الله يعطي الصحة ديك اليوتيوبر غزال، وصدق لي هو هذاك، برافو عليها، وتعلمنا وكل شيء كنتعلمو الحمد لله. بنيات الوليدات، راني كريت واحد شاف كوك، واحد طباخ كبير جا من المغرب، بيض وزوين وعندو الشعر كحلو هكا كيدير هكا، هو اللي غادي يطيب لي هاد سيدنا رمضان. ها انتما كتشوفوا واحد شويه منه، هو اللي غادي يبدا يطيب لي، غيطيب ليا
وقال لك يطيب الماكله بنينه، جربت انا فيه وعاد غادي نوريه لكم الماكله غزاله والحريره لا يعلى عليها. هذا هو الترموميكس 6. هانتوما هذه هي البول ديالو فين كطيب الطنجره، وها هي كتحيد هكا الوليدات. راه انا باقي ماشي تكنيك. هانتوما وهذا الموس ديالو وهذه المرطايه وهذا هو كله. وعنده انا غادي نوريكم من بعد، عنده الكسكاس وعنده المعلقه ديالو وعنده كل شيء. وحنا دابا غنبداو معكم الحريره البنيات الوليدات لثاني مره باش غتشوفوها معنا كي غادي تجي وكي غادي تطلع. يلا هانتوما تجيو في الحريره الكرافس والمعدنوس وشويه ربيطه القصبه، ولكن غنزيد القصبور باش ندور به لان كتعرفوا حنا العاده المغربيه. وجوج بصيلات صغار ماشي كبار، هي بصله كبيره، اما بصله كبيره ولا جوج صغيوتيتين. شويه ديال اللحم، معلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ونص صغيره ديال الخرقوم ولا كركم، ربعة ديال المعالق الزيت كبارين ديال الزيت زيتون، والحمص كي كتعرفوه. وانا هنا كتشوفوا دايره ثلاثة ديال الطماطم ونصف، ما قشرتهمش الا حيت لهم شويه القلب ديالهم وحطيتهم. يلا ومعايا البنيات الوليدات. وهذه الطماطم حتى هي لابد خص تكون منها شويه حسب يدك في ميزانك، وكل شيء عينك في ميزانك، وانا نقول لك يدك في ميزانك، عينك في ميزانك. ونسيت البنيات الوليدات ما قلت لكم معلقه صغيره ديال السمن حتى هي. انا ما كنديرهاش دائما لان النص فينا كيبغي السمن، النص ما فينا ما كيبغيش، ما كنديرهاش، ولكن هذا الخطر غندير. البنيات الوليدات كلشي بالمقلوب، خصك تبداي بالطحين هو الاول. غادي نشعلو ترموميكس 6 غنشعلوه، وها هو شعل البنيات. احنا غادي نجيبوا الميزان، هانتوما كي كتشوفوا ها هو الميزان، ها هو محطوط على الصفر. هاد الترموميكس 6 اللي قبل منه كان كيبدا من واحد، دابا هذا كيبدا من الصفر. غنديروا 50 غرام ديال الطحين. هانتوما البنيات الوليدات، واحد، ها حنا درنا شي شويه كثير، غادي نحيدو 51 غرام، ما كيهمش الغرام زايد ناقص ما كيهمش. وغادي نزيدو هاد الطماطم. البنيات الوليدات عينك في ميزانك، انا شوفوا شحال غادي نقد، يمكن الربع. هادي فيها كتكون 690 الربع ديالها. هو انا غنشلي بها في الميه الوليدات، حنا شليناها. نزيد البصيله ديالنا، ها هي. وغادي ندير الربيطه ديال القصبور والربيطه ديال المعدنوس، ها هما البنيات الوليدات والكرافس. شوفوا البنيات الوليدات شحال جردة درنا، ومن بعدها نزيدو طماطم. بسم الله، غادي نشدو على هاد الشيء تنطحنو. غنديرو علاين شي 10 سكوندا، ها حنا 30 درنا، الله سير غير 10، 10 ديال السكوندا على الميزان كله. ها انتما وغادي ها هو غادي يتحل بوحدو. تشوفو البنات الوليدات، انا راه شي مره كنساو كنمشيلو، نبغي نحلو صحابني الكوكوت. ها انتوما البنيات الوليدات، شوفوا على 10 سكوندا، شوفوا كي داير. هذه هي المعلقه ديالو البنيات الوليدات. احنا غنديروا معاكم هكا، ها انتوما غزاله جايه كتشهي، اوه كتشمي ريحه الحرير الشرموله الدرخيه. ها انتوما البنيات الوليدات شفتوها، ها انتوما البنيات الوليدات. غنزيدوا الجنزبيل، غادي نزيدو الابزار ولا الفلفل الاسود، غادي نزيدو الكركمه،
غادي نديرو الزويته ديالنا هانتوما البنيات الوليدات باش نديرو لها هكا هانتوما والحيمه ديالنا هانتوما نقطع هذه الطريفات عندي دائما كتكون في الفريزر والحمص هانتوما البنيات الوليدات والروز انا كنديرو من بعد انا كنستعمل الروز ما كنديرش الشعريه غادي نستعمله من بعد كنزيدو عليها البنيات الوليدات الماء شوفوا هي راه بالعبار كل شيء ولكن انا كندير عيني بميزاني في الاول اللي كندير في العبار في الاخر كندير عيني في ميزاني وكي كتشوفوا الملحه ها هي وغادي نشدو عليها انتم البنيات الوليدات وهذه هي المغلقه هذه غنحيدو هذه الا الطحن ولكن هذه باش نغطيوها باش ما ديرش طير علينا الماكله البنيات الوليدات ها انتم وغادي نديرو 40 دقيقه هاي 41 وغادي نديرو هنا على 120 هيا على 120 وغادي نكبروا هذا وهذا الموس غادي نديروا عليه هكا باش ما يمشي نطحنوا كلشي نردوه بساره ولكن غير غطبخ وتبقى كدير غير تك 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 باش ما تطحناش اللحم وترد لنا لحم فروم والحمص كلشي وكيدور على اليسار ما كيدورش بحال الموس على اليمين وكيطحن كلشي يلا توكلنا على الله ها انتم البنيات احنا شعلنا الحرير ومن المحركه على شرطه واحده ها هي وهي كطيب دابا الحريره ديالنا ما تضربوا لها حساب من بعد 40 دقيقه تكون الحريره واجده ان شاء الله وهادو البنيات شرائح الكورجيت ولا القرع رقيقين وعليهم شويه ديال الزيت زيتون وملح وكنخليهم هكا كيتحمروا في المقلات وانتهى وهذا شي شويه ديال المعدنوس البنيات الوليدات انا غنزيد عليه شي شويه تاول القزبر وهذا هو القزبر البنيات ما غنديروش كله لي انا غنديرو في واحد الوجبه اخرى غادي ندير غير شويه هي البنيات الوليدات الحريره ديالنا وجدات البنيات الوليدات شوفوا غزاله لاله خاطره وزوينه هانتوما دابا غادي نزيد لها شي شويه القصيبير غزاله 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 غنشوفوا الحيمه نشوفوا الحمص كي داير ها الحيمه ها الحمص هانتوما البنيات شوفوا اللحم شوفوا البنيات الوليدات اللحم ولا فتيتات شوفوا الحمص اوه ولا زبده ها انتم البنيات شوف والحيمه نفس الشكل انا كنزيد لها دائما في القزبر وفي كل حريره كتزاد صيبيره الله باش كتجي مشهيه غادي نحرك انا هي عندها المحركه ديالها ولكن حيت ديال البلاستيك انا كيعجبني نحرك بالمعلقه ديالي العود ها هي شوفوا البنيات شوفوا شوفوا على الحريره شوفوا 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 غزاله 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 غادي نزيد لها 10 دقائق مره اخرى باش غير ديك القزبر يدور فيها ها انتم البنيات الوليدات 10 دقائق
على 120 وهذه نكبرها ونشد في هذه وها حنا رديناها باش ماشي طحنا عندك وتنساو هكا ها هي تشدت غير باش غير كدورها وهذه هاد الدنجالة هانا دخلتها للفران وشوفوا كي جات شوفوا كم راه طامعة راساتها ولات هكاك هانتم غندير لها هكا البنيات الوليدات وندخل نزيد على داك الصبور هانتم شوف شوف هانتم ها هانتوما البنيات الوليدات وغنتكسكوها مع هاد القزبور المعدنوس لا هذا غير القزبور سوري غنزيدو لها حتى شويه ديال الزيت هكاك شوفوا البنيات الوليدات ما تكونش بزاف وشويه ديال الكمون ما يكونش حتى هو بزاف وتبقى مثلا خبيز سخيخنات ولا بيبيطات سخيخنات ولا وتاكلو نزيدو لها شويه زيت بلديه ها نتوما هادو هما اللي كيحطو عند اللبنانيين وعند اليونانيين الخريكش هما اللي كيديروه في الريستورا ويحطوهم لك في باكي حطوهم لك في زليفات صغيرين يحسبوهم عليك ب 20 يورو ولا 30 يورو ها انتو البنيات الوليدات انا جايه لكم من بعد ونحطو ونهزو فيه ونحطو ها انتو البنيات مع بطبيطات سخيخنين ها انتو شوفوا البنيات الوليدات هانتوما ديروا عليه هكا هانتوما فيتامين سي ما تخافوا لا من الوباء لا من والو واللي بغى فيه توما يديرها غيديرها شويه مسلوقه من الاحسن بصحه وراحه البنيات الوليدات هانتوما كونوا معايا الفطير ديالنا البنيات الصغار البنيات الوليدات بصحتنا والراحة هانتوما جينا مع المغرب هاذوك هما مقادين الحمد لله صمنا نهيار على خير وبخير نتمناو للجميع صحة عافية ويا ربي يديو علينا الوباء وما تنساوناش من لايك وسبسكرايب وحنا بصدر الرحب وهذا هو الفطور المتواضع ديالنا هذا الفطور وهذا العشيوة وحنا كنحطو كلشي على مائدة واحدة باي باي البنيات الوليدات باي باي